مرحبا، معكم إبراهيم زوغان في فلاي دوت كوم في هذا الدرس الجديد. هذه المرة حول أجهزة الآيفون. فاليوم فقط أريد أن أشارك معكم يعني خدعة أو حيلة أستعملها كثيرا شخصيا، وهي نسخ النصوص أو الأرقام من صورة بدون حاجة لنقلها يعني وكتابتها يدويا. سأعطيكم مثال هنا. فلو دخلنا مثلا لهذه الصورة، مثلا لنفترض شخص أرسل إلي هذه الصورة على الواتساب أو عبر الإيميل، وأحتاج هذا الرقم، يعني مثلا أحتاج هذا الرقم للاتصال به أو لإرساله لشخص آخر إلى غيره. كيف أقوم بالحصول على هذا الرقم؟ الطريقة بسيطة جدا. فسأذهب لتطبيق جوجل ترانسليت، مترجم جوجل. يمكنكم إيجاد التطبيق على الأب ستور، فسأنقر عليه لفتحه. هنا بطبيعة الحال يمكنك أن تكتب ما تريد ترجمته إلى غير ذلك، لكن سننقر على رمز الكاميرا. بعد النقر على رمز الكاميرا يتم فتح الكاميرا لأخذ الصورة، لكن لا نريد أخذ صورة، نحن بحاجة للصورة. لذلك سأنقر هنا يعني على رمز الصور لفتح الصورة هنا. ثم سنذهب لدي هذا الفولدر، وسنحاول أن نفتح هذه الصورة. الآن التطبيق يقوم بتحديد النصوص الموجودة في الصورة، وما أحتاجه هو هذا النص الموجود هنا، فسأقوم بالنقر عليه والسحب لتحديده. يعني تنقر بهذا الشكل وتنقر لتحديد النص الذي تريد أن يتم نسخه. تم كما تشاهدون هنا نسخ الرقم. سأنقر الآن على هذا السهم، وسأحصل على الرقم هنا، بحيث الآن يمكن أن أنقر هنا، فأنقر ثم select all ثم copy لأنسخه، أو يكفي أن نقر في الأسفل هنا، يعني بعد أن تم ترجمة يعني تم إظهار النص هنا، سأقوم بالنقر هنا لنسخه، وسيتم نسخه. علي يمكنك النقر هنا بشكل مطول، ثم تحديد الكل، إذا كنت تستعمل اللغة العربية تحديد الكل، select all، ثم تنقر على copy وتقوم بنسخ النص. الآن يمكنك الذهاب للجوال مرة أخرى، تنقر ثم paste بحيث تحصل على الرقم. يمكنك الاتصال به، يمكنك إرساله لشخص آخر عبر رسالة SMS مثلا هنا، يعني يمكنك إرساله للشخص عبر رسالة SMS إلى غير ذلك. فهذه طريقة نسخ النصوص والأرقام من يعني الصورة إذا أرسلها لكم شخص على الواتساب أو عبر الإيميل. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. للمزيد من الدروس يمكنكم دائما زيارة fruitfly.com.